حكمت قد ايه مهم لامرأة تكون هي صاحبة شغلها الخاص، يعني تكون مستقلة؟ هلا استقلالية المرأة ماديا هي انها تكون قادرة على التحكم والتصرف وإدارة المال، هي انها تكون قادرة على تكون محررة، انها تكون تاخذ قرار، لأنه التمكين الاقتصادي اليوم هي انه بيساعدها على انها تكون اقوى فكريا، اجتماعيا، اقتصاديا، هي تكون دايرة شغل، دايرة عيلة، دايرة مستقبل كامل. يعني انت دايرة شغل، انت بيقولوا لك بوس، بتحبي يقولوا لك بوس؟ ببعض الاحيان ممكن يكون داعم لي هذا الشيء. عندك شخصية البوس يعني القيادية؟ انا عندي شخصية قيادية من وقت ما كنت صغيرة، كان والدي قال لي انه انت اخذي طبعي، اخذي تفاصيلي، اخذي قيادتي بالشغل. يعني انا احيانا اكون انا ادير مثلا الشغل الخاص له، شغل خاص بوالدي. صعبة المرأة حتما تكون هي البوس على رجال؟ هنا بلاقوها بيتقبل ما بيتقبلوها ببعض الأحيان. هلا أنا عندي موظفين شباب وهن أصغر مني وفي شيء أكبر مني، صعب إني اليوم مثلا إني أنا مثلا أقول له إنك أنت تأخرت، أنت عملت، أنت أخصم، أعمل أي شيء. اليوم ما بيتقبلوها هاي الرجال، هي مشكلة ثقافة إنه تكون مرؤوستنا سيدة بشكل عام. ولكن انا عايشه معهم بالشركه كرفيقه، كداعم نفسي لهم، كمشجعه لهم، عم زودهم انا ثقه بالنفس لهم. بقول لهم انا دائما كل واحد يتعلم من الثاني وياخذ شخصيته لحاله.